بقى نشوف قائمة نادي الزمالك بكرة مين في مباراة بكرة إن شاء الله. الزمالك بكرة عنده طلاع الجيش، عنده بكرة أبو جبل وعواد في حراسة المرمى، حازم إمام، محمود علاء، محمد عبد الغني، الونش، أحمد فتوح، حمزة المسلوسي، أحمد عيد، عبد الله جمعة. خط الوسط طارق حامد، يوسف، إبراهيم أوباما، إسلام جابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا، محمد أنجم، أشرف بن شرقي، وحسين فيصل. خط الهجوم أسامة فيصل وعمر السعيد. بزعل قوي ما بشوفش فرجاني ومصطفى محمد في القايمة. العب وفي الآخر وأنت بتلعب حدد اللي أنت عايزه. العب وأنت بتلعب استنى الفلوس اللي أنت عايزها. العب وأنت بتلعب هات العروض اللي أنت عايزها، فيد ناديك وفيد نفسك وفي الآخر كله كسبان. وانت بتلعب ورجليك في الملعب الفلوس اللي جاي لك هتزيد. اوعى حد يقنعك ان في الاخر التمرد او ان انا مش هلعب او مش قادر دلوقتي هتمثل ورقة ضغط على اي نادي. اظن الكلام هنا في الاخر واضح. سيبكم بقى من لغة ليه العروض بتيجي دلوقتي وليه ما بتجيش دلوقتي. في النهاية كل نادي بيجي في وقت من الأوقات. كل الناس عارفة إن صفقات نادي الزمالك كبيرة، وكل الناس عارفة إن نادي الزمالك بيمتلك قماشة كبيرة جدا. كله دلوقتي يقول لك إيه، أخش دلوقتي وأدي عروض كبيرة وأحاول أخد النهاردة لعيبة نادي الزمالك. ولكن إدارة نادي الزمالك الحالية برضو بتتصرف أو بتجري بسرعة الصاروخ، بتتفاوض، بتجدد، خلصوا أوباما، خلصوا شيكابالا، خلصوا فتوح، خلصوا جنش. أعتقد إن الأمور ماشية بشكل جيد. عندك أساسيات اللي هو هيخلص بكرة، وعندك اللي هيخلص بعد سنتين واضح هتقعد برضو تتكلم فيه وهتقعد برضو تتحرك فيه. ودي أمور مهمة جدا 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 لازم نتكلم فيها، ولازم دايما يبقى عندنا رؤية بشكل كبير جدا في هذه المسألة. زي ما قلت لكم يا جماعة الكرة صناعة، اوعوا اوعوا الجمهور يفرح دلوقتي بمسؤول يتصور مع لاعب. اوعى الجمهور، الجمهور دلوقتي بقى واعي وفاهم، الجمهور ساند الخطيب. اما صفقات راحت من النادي الاهلي بس وقفوا في ظهر الكابتن محمود الخطيب اما قال مش هعلي عن السقف ده، وقفوا في ظهره اما حط سقف. انا النهارده اديت لك اخر عرض، جالك كل سنه وانت طيب والف الف مبروك. الاهلي كسب البطولات وكسب المبادئ وكسب الميزانيه وكسب الفريق، لان انت ممكن تيجي تجدد للاعب رقم طق يروح الفريق كله منك. فدي نقطه مهمه جدا جدا جدا.